إلى هيدن كذا اللي يهاي تلفون ياله إذن هيجن أنا ولا سميجي ومركي محوها واحدة عانين إذن كاس إذا ما أنا محوها حافظها صعاوية هدي إلى هيدن كذا اللي يهاي مركا جرو ساس وكله اللي حافظه طبعا لقريه قال كأي صدا سوكله ما لها سيكوب بدناين أرين تان محوها وحنا دلدل يلا وحي واجه هربا كسو دلامتي لما كل يسدد دي قال كأي كسو دلامتي ورد بدن ومكاس ويار مركو هرب يقول له هي هدي له إذا كذا اللي هي أرينه مركا ده ذلك كاس على وجهه أرنتي وحوي ده هلاك هدي له شو هذا مركا مليابلس ما احنا كرومبس مركا نجي وحلا يقول هذا كان متبال قدري هذا كان متبال قدري مركا أنا جيب أبغي إذا كنت هدي هذا ضلك تحتاج أنا بغدام بالغي يلا لكن أنا هذا كم بلي يبي شيء حقيقي مركا رماها أسو وحوي إنك تو جاي رومانية ومركا إذا على مصنته هاي مال كسته هذا و مال كسته وشو جاي لكن قبل شدة إيوه محوها محوها دلالك كلو محوها حيالها ورمري بالي سديري هاي مركا أنو فنتي وان شعلنا هاي دلال إلا جقره أنا وهذا شد كأنت بسوي شراء الله مقعابي محوها ميشان محوها وسارة أمريكا كحجان كلا يقعد جاي هدي إلى هيدا كذا اللي هي هذا طبرت ولي ما ينتهين لكن والله تجد دونا واحد كل السبب هتلوي كنا وضيع شيء هاللي وهذا محوها سوي شيء أنتوا دنا هذا وان حمبارة يا أنا وانا قارب من حمبار سنة يا مجتمع هنا وين وجيلي يا وانا وجا يلك عن ضد ضد كا وحن وارغني ضد كرب بدن أو قلب نظيف له ودذال بدن أو ضلك يشعل أو كجبنا يه بان أركي ضد بدن أو محوها حقي على أنا إلى وهن وكيننا وانا أركي واحد كوه الله يا الله جرينا يوم استا قبيل ولي قبيل كي تاجل مركا وحن وقبل ينعد دل كان هرم مري أداة مادين وحيد القبيل كهاي دل هو اسمه هذا قبيل وي كل اسمه الله بعد رأي إذا محوها تدمير كذا كتيب الآن مرك بار كون هرم مية أنا جينو نقول هرم أنا قبلنا يدو كاسو عردين ماشان برهرت كي يلي برعد بديت أنا والله تقالنا تقال حبا هو قادني ورنت آدي آد وآدك تطير ربضا باحرا أنا جو حنك آدك نهاي أنت بريجة وقف سلام كوا أرورك ما أرجنو أو مركا يوق باهن لكن كوا كله بانو أرجنا أو مركاس واو قارسنا ولا قفتا ولا حيرة شيل كبوساس وكل الله ببقول به كل شيء الله ببقول أو حد نعاس كل شيء ده شلون شو ده وبعد شلون شيء وين نجيب حيي يجي نجيب حيي مركا هذا ورركوا ده نوع ما قشينه أنا جيب مثلا أنا الخصي دعويني حلي هري أو لما كل يسددي أني يو جنرال عد أو محوها وفتي أو تغني ماشي اللي يراه ذو شنو تغني برعد بديتك بان وحن فريسنا شركي ما كان شركي فريسنا با ماشي اللي قاعد له يو أنك بحال لي وحي ران ما دحدا دوت لان وحي كوتشراني برعد بديتك وأكبر حنا وحنا أنا يو ضيعه دبت ولينا جماعة واجي ناس كحد ده قام قلنا ولي هذا اللي توصي ده dadkii ana wuxuu ku dhamaaday xabsi iyo yabad buu ku dhamaaday hadda waxa weeye waa warkaas wax dhaba ma ahan waa cul weeye cul muxuu ahaa meeshaas waxa ka jira iyo muxuu ahaa wanaageeda diidan weeye warkaas haduu idin soo gaaro adeer maxamed janar kornelka maxamed qaa maxamed qaa maxamed xasan qaa waxa weeye arinta hadda oo yiri internetkan ku arkay markab Saudi uu leeyahay ba wuxuu soo fariistay way burcad badan soo qabsatay ba wuxuu soo fariistay meesha la yiraahdo maxaa yahaydo bargal soo fariistay waa la soo sheegay waxa la yiri markabkii halka wuxuu ku xiran yahay badu ku xiran yahay haddii muddo laga joogo 20 bari waxa buuranta la sameeyay laashash saddexa oo muxuu ahaa iyo ciidan u gaara oo awl iyagaan gacan ka sugeynay aanu isniri isku tashada awl barigaanu ka waarsan jirin waxaanu isniri bal tabartiin badana ugu dhaadhaa
لاشش كاسا لسمي ايدن كاسا لسمي waxaa la rabay in muxuu aha la qabto habeenimo baa waxaa la diray habeen hore waxaa la diray ciidan waxaa la aaday meeshii telefoon baa laga hormariyay ciidankii waxaa la waalay ku soo baxay ka carara meesha markabkii way la carareen badweyn bay la galeen waxaa loogu tagay meeshii baabuur sarfaah iyo saddex nin iyo saddex qori intii baa la soo qaaday la soo qabtay hadda badii ayaa ugu tagaya badii anaga waa naga xog badan tahay badda iska doobiyeysa qoladii adduunka dhan lacagteeda ku qaadatay oo iskugu timidna waxa weeye hadde iskama saacidno badii anaga waxay nahaydaan burcad badeed weeye intay meelaha ka kalluumaystaano meelaha hadda laashiro muxuu ahaa ka magaysiyaan marka waxa weeye qoladaa burcad badeedka caqabadaha bay ku jidhaa iyaga iyo muxuu ahaa qolyaha afka soo duubta oo haddeer muxuu ahaa amniga aan maqasheen muxuu ahaa dadka berimagedeeda iyo dadka waxyaqaanka ugaarsaday insha allah iyagana waxaan jecelnahay hadde tabartayo orodka ugu badan baan ku hordaynaa laakiin hadda orodka iyaga ugu badan muxuu noqon karaa waxaala hadde nin ordooyo aan waxba iskala hakrin baabuur ma gaaro hadduu yidhaahdo orod ku gaar marka adduunyada waxaan maanta jira waxa weeye waa soomaaliya qaybta rata waxaa noqotay tabarteedu waxa weeye hadde waa tabar iska yar weeye marka laakiin anagu ilaa xad arrimahaas waa naga go-an yihiin rag badan oo hadda dadka halkan ku arkay oo waxgaradka oo muxuu ahaa iyaguna talooyinkaasi muxuu ahaa ay soo jeediyeen saasay u jecel yihiin annaguna muxuu ahaa waa jecelnahay in dalkii wanaagsanaado oo haddii ilaah idankeeda leeyahay aanu muxuu ahaa aada iyo aada wax uga qabanno marka taasina intaasaan kaga baxayaa qurba joogta runtii muxuu ahaa qurba joogta waqtigii ama haddaba haddaan dhaho dadaal badan bay soo mardhay dadaalkoodu ma yareen xaqiiqdii waa la ogsoon yahay dadkii ay ama ka dhasheen ha noqoto guryahoodii ama deegaamadii ha noqoto ama dhibuhu markay jireen ha noqoto waxa weeye dadaallo tiro badan bay soo qaateen oo aada iyo aada u badan oo dalka laga dareemayay oo qofkii marka aan wax loo soo dirin xataa socodkaas waxa ay soo dirayaan ay gaarayso bay ahayd marka dadaalkiinu ma yarayn baan dhihi karaa haddeerna weli doorkiinii waa bannaan yahay oo dalkii muxuu ahaa inaad u soo noqotaan oo maalgelin ninkii hadda wax haya iyo ninkii kaloo aqoon haya qaybaha muxuu ahaa wasaaradaha iyo haddii ilaah idankeeda leeyahay qaybaha uu fakartigiisu yahay oo takhasuskiisu yahay inuu muxuu ahaa kaga qayb qaato weeye marka idinkana dalkii waa idiin baahan yahay oo muxuu ahaa weliba kuwa dhibta badanoo meeshaan iyagoo meel fog jooga markaan diyaaradda la soo socday markaan waxaan fiirsanayay kombyuutarkaan fiirsanayay atlantic ocean maraysaa waaba naxayeyba xaggee u socotaa baan yidhahdaa fogaa meeshu dhib badana marka ninkaan intuu halkaas qabiil kaga soo cararay misena halkan la jooga waxa weeye waa dhib badan yahay bal kaa ha soo celinina intiina kaloo war wanaagsan dib noogu soo noqda oo dalkii dib ugu soo noqdo imaada kolba b d f-ta waa la casumay puntland waa casumtay waana soo dhaweysaan halkan waana soo wax badan baan idinka sheeganaynaa oo wanaaga oo fiicnaana oo qalbisamiya hadda annagana in marna loo yimaado qalbisamida iyada la arko aada iyo aada bay muhiim u tahay marka b d f-ta madaxweynuhu waa casumayo way imaanayaan kolba casumaaduna way imaanaysaa insha allah puntland bay imaan doonaan faadumo hiirad adeerkay waa garanaya hiirad qaliyayax waa isku waxaanu ahayn isku magaalaanu ahayn way hadashay oo gabdhahay ka hadashay dabcan waxaan filayaa gabdhaha halkan joogaa iyagu muxuu ahaa iska fiicnaadee malaha oqolada xagga nala jidhameey ay waaya annaguna waxaan la hadlaynaa gabdhaha halkan jooga inay dhaqankii iyo reerkii iyo haddii ilaah idankeeda leeyahay caadadii soomaaliyeed marnaba aysan ka fogaano aysan oga oran ragga cidlaa la gasheene reerkii baabiyo saarbtaan u dhaqma annaga aniga meesha aan ka imo puntland
قبلها أفر وسير بيلي أفر وسير